عايزاكي في موضوع ضروري. انت اتاخرتي كده ليه يا رحمة؟ لا لا مش هينفع اخش. عايزه اتكلم معاكي. تقولي ايه؟ مش جايه؟ امال رايحه فين؟ طيب طيب انا جايه لك على هناك. لما اشوفك يا رحمه ابقى افهمك. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش انا قلت لك قبل كده انا ما بحبش الحكايه دي؟ والله العظيم بعرف افتح الباب بنفسي. يا دكتور ليا شرف والله. يا سيدي العفو الله يخليك، بس ما تعملهاش تاني. حاضر يا دكتور، امرك. الامر لله. طمني، ايه الاخبار والاحوال؟ كله خير الحمد لله. الحمد لله، الف حمد والف شكر. اتفضل يا دكتور. مش عايز حاجه؟ الله يخليك يا دكتور. ازيكم يا اولاد؟ بخير يا دكتور. الحمد لله. عاملين ايه؟ ربنا يخليك يا دكتور. معقول يا دكتور؟ مش تقول حضرتك؟ اقول لي ايه يعني؟ لازم ندي خبر ان انا جاي عشان تفرشني الرمل؟ والله سيادتك تستاهل اكتر من كده. اللي يستاهل اكتر من كده انت مش مراعيه يا دكتور زاهر. ليه بس يا دكتور هارون؟ ما المستشفى كويسه هي وكل حاجه ماشيه زي الساعه. القسم المجاني اخباره ايه؟ والله بقى يا دكتور القسم ده كله مشاكل وسيادتك عارف. شوف يا دكتور زاهر، احنا بنكسب كتير والحمد لله، بس المكسب ده مش من هنا، من دعوات الغلابه اللي احنا لازم نراعيهم. تمام يا دكتور. طب بينا نتكلم في المكتب؟ لا لا، مكتب ايه؟ أنا اعتزلت المكاتب واعتزلت المستشفى كلها. بينا بقى أشوف الحاجة المهمة اللي أنا جاي عشانها. اتفضل. اتفضل. نصي إيراد المستشفى رايحة القسم ده، ولما أكلمه يضحك ويقول لي ريحي نفسك. طب هو بطل شغل ليه؟ حس إنه أثر في حقي سنين طويلة، فحب يعوضني. يا حياتي ربنا يخليكوا لبعض يا طنط. تسلمي لي يا حبيبتي، بس أنا برضو حاسة إن حكاية البنت دي مأثرة فيكي أوي. شفت فيها نفسي، حسيت ان انا مش عارفه اتكلم، مشيت. بس انا مبسوطه جدا انك جيتي هنا. والله ما فكرت يا طنط، حسيت ان انا محتاجه لك قوي. والدتك وحشتك يا رحمه. جوازك من ادم تمت بسرعه جدا، ما لحقناش نتكلم كتير. ده انا حتى ساعات بفكر ان احنا ما اتكلمناش خالص، بس انا اول ما شفتك قلت هي دي. الواحدة من غير أهل تبقى ضعيفة زي ورقة الشجرة، دبلانة هشة. هشة إيه؟ ما أنتي زي القمر أهو. الله يخليكي يا طنط. ده أنا حتى ما أعرفش إذا كان ليكي إخوات ولا لا. حاسبي يا حبيبتي. آسفة والله إيدي فلتت، ما أعرفش. استني هقوم أجيب لك. لا لا خلاص يا طنط خلاص. خلاص خليكي، أنا تمام والله، أنا تمام. أنا تمام كده. أنا آسفة يا طنط والله. آسفة على إيه يا حبيبتي؟ أنا آسفة غصب عني. هاتي إيدك، هاتي إيدك. مال إيدك ساقعة وبتترعش؟ لا خالص، لا قلة نوم ولا حاجة. أنا تمام يا طنط والله، تمام كده. رحمة أنت مخبية عليا حاجة؟ ده باين إن هارون جه، هو اللي هيعرف يقررك. إزيك يا طنط؟ سماح. أهلاً، إزيك يا سماح؟ إزي حضرتك؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ميرسي. ازيك يا سماء؟ معلش يا طنط اسفة جيت من غير ميعاد، بس يا ريت تقعدي معانا عشان الكلام يبقى قدام حضرتك. حضرتك كنتي موجودة امبارح. يا بنتي اهدي وخدي نفسك وكلمي. انا هادية جدا، بس ممكن افهم ايه اللي خلى البي جوزي يخرج ولا اسمها سهر امبارح دي؟ ها؟ انا لغاية دلوقتي ما رضيتش اتكلم ولا فتحت بقي معاه، وقلت استنى لغاية ما اخد رأيكم الأول. مال ايدك يا رحمة؟
تلم المتروس على خايب الرجا. ايه اللي جابك بدري كده؟ هيكون ايه غير اللي جابك؟ الدولة اديني شرح. ايه مالك؟ ابدا، ظهر يا سيدي دخلت نفسي في دايره ملهاش مخرج. انت لسه بتشك في مراتك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر ان شويه الرومانسيه اللي عملتهم امبارح دول دخلوا عليا. اكيد وراهم حاجه. هيكون وراهم ايه يعني؟ معرفش، بس انا ما صدقتكش. ده باين عليك قاعد هنا من الصبح. انا بشرب الصبح بس مش عارف اسكر. بدل ما انت قاعد تلقح عليا كلام يا سيدي، شوف المصيبه اللي انت عملتها امبارح. انا مصيبه فيهم؟ كلنا هببنا مصايب كتير. مراتك شافتك وانت طالع ورا سهر، واحمد ربنا راح ما لحقتها. غريبه، مع انها ما قالتليش حاجه، ولما رجعت ولا لمحت لي بقى حاجه. تفتكر انها قايله لي ايه؟ ناوي لك على نية سودة. اشرب اشرب. انا شربت بالكلام ده لحد ما طفحته. انت وقفتي ليه؟ احنا لسه بنتكلم. بنتكلم في ايه؟ انا من الاول كنت مش مطمنه، واللي حصل امبارح اكبر دليل ان انا احساسي كان صح يا رحمه. يا بنتي ده كلام يخرب بيوت. لازم تفكري بعقل قبل ما تاخدي قرار وترجعي تندمي عليه. هندم على ايه يا طنط؟ ما خلاص خلاص. ايه؟ بقولك مفيش بينهم حاجه. امال خروج الاستاذ ورا رهان امبارح يتسمى ايه؟ انا اللي شاورت له عشان يلحقها. انت بتدافعي عن صاحبتك عشان تبرئيها يا رحمه. سماح، ايه اللي بتقوليه ده؟ انا مش كدابه. وانا ماشي. استني سماح. باي باي طنط. استني يا حبيبتي. استغفر الله العلي العظيم. ايه يا ربي اللي بيحصل ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا بنتي؟ ده انتوا صغيرين قوي على الهم ده كله. محدش مطمن يا طنط، كله بيشك في كله. ودي تبقى عيشه دي؟ النبي ولا انت فاهمه اي حاجه؟ اهو كله هدش. اللي يقول ان الحب بيجي مره واحده بس في العمر ده يبقى كذاب. ده انا كل ما اشوف واد مز معدي كده فجاه فجأة فجأة الحب كده بيتدلق وجرادر كده بتتدلق مني. ولا ايه يا لوم؟ انت بتكلمي مين يا بنتي؟ دي بنت هبلة ولسه عايشة في الوهم. انتوا ليه مش قادرين تفهموا؟ انا بجد بحس بحاجات حلوة قوي لما بشوفه. الو اخ، بتحسي بايه يا ندى؟ بتحسي انها جعانة. كل يا بنتي كل كيكة بالبرتقال حلوة. كل. لا بس والله تصدقوا احنا دلوقتي غير زمان خالص. يعني زمان كنا نكد بقى وقرف وعياط وحوارات، انما دلوقتي بناخد لنا كورنر وناكل لحد ما نفطس ومج الشوكولا المتين ونخش ننام. اسفني انا مش هحكي لكم حاجه تاني. انا اللي عايزه اقول لكم انا جايباكم هنا ليه النهارده. ايوه بقى، والنبي قولي لنا بس ثانيه واحده بس اضرب حته الكيكه البرتقال الحلوه دي. يا بنتي هتموتي فطسانه. قولي بقى يا سلمى. عارفين مين كان عندي النهارده؟ مدام رحمه. اتفضلي يا طنط. ميرسي يا حبيبتي. كنت بحاول اقرب منها من ساعه ما شفتها في العين السخنه وانا حاسه انها في خطر. يعني ايه بنت في سنها تعمل كده؟ يا حبيبتي هي عمرها ما هتسمعك طول ما هي حاسه انك شايفاها كده، وهي فهمتك من يوم ما مديتي ايدك عليها، عشان كده عمرها ما هتقرب لك. انا خايفه عليها. بدل ما تشغلي بالك باللي مش مننا، خلينا نفرح بقى كلنا. اعمل ايه يعني؟ مش فاهمه. اتفضلي. هاتي اللي نخاف عليه ونربيه بطريقتنا. قصدي حضرتك جرايه رحمه. انا نفسي ابقى جدة. صحيح هتكبريني وتعجزيني، بس نفسي احس الاحساس ده. هاتي لنا بيبي بقى. لسه بدري. بدري على ايه؟ حبيبتي صدقيني الخلف ده هو الحل السحري لكل مشكلات الأزواج، ومفيش حاجة في الدنيا تعادل إحساس الأم. يمكن لو خلفنا ارتاح
لكن انت قدام اهو مخلف ومتنايل بستين نيلة. يا عم المشكلة مش في الخلفة ولا في الجواز، المشكلة في الست نفسها. ازاي يعني يا خبرة؟ المشكلة ان الستات كلها فاكرة ان الحب نهاية الجواز، واول ما بتحط ايدك في ايد المأذون وتمضي العقد بيدوا الحب بالجزمة وتفتح لك حساب الملاكين يا معلم لحد ما تكرهك في عيشتك. ايوه بس انا رحمه عمرها ما كانت كده، عمرها ما ضايقتني ولا خنقتني، انا كنت مبسوط لحد ما لحد الرسائل. امو تعرف مين اللي بيبعتهم وليه؟ الواد بتاع الرقم ده ما قالكش حاجه؟ الظهر بيلعب عليا. تشيز اللي مركونة في الطرقة دي مش ليها مخزن تتحط فيه؟ والناس اللي قاعدة دي مش حد يشوف عايزين ايه؟ والاجهزة اللي جاية عشان قسم المجان تتركب من بكرة، قسم النظافة كله يتغير، قسم التمريض يتخصم له اسبوع، والدكتور اللي ما يشوفش شغله ما يقعدش ثانية واحدة في المستشفى. اللي تشوفه دكتور حاضر. مش اللي اشوفه، دي قرارات تتكتب وتتعلق فورا. دكتور هتتكتب وتتعلق فورا في الاستعلامات؟ حاضر. يا دكتور، الدكتور يتكاسل عن حالة واحدة ما يسألش البلطو هو لابسه. تمام مظبوط. يبقى تطبق اول جزء على نفسك. انا؟ ايوه. الحق بقى اتفضل اكتب القرارات دي عشان امضيها قبل ما امشي. اتفضل. اوامرك يا دكتور. حاضر. سهر سهر سهر
ايه ده؟ سماح؟ في ايه؟ في المستشفى عندك؟ طيب سلام. في ايه؟ قوم بينا. ظهر في المستشفى عندك ايه؟ ايه؟ تعرف مين الواد ده هناك؟ مراتك. اوه الاخبار يا أنك؟ هي في العمليات دلوقتي. ربنا يستر بقى. خير. مفيش مستنيين. ايه سهر؟ سهر طمنا يا دكتور زاهر. نحجزها في العنايه 24 ساعه لغايه ما نتاكد ان النزيف وقف. بس الجنين بقى. جنين؟ هي كانت حامل في شهرين. حامل؟ شدها لكم. طمني ان شاء الله هتبقى كويسه. شكلها تعبان قوي. دلقت نروح المكتب نقعد مع الدكتور نفهم منه حالتها ايه بالظبط. ربنا يستر بقى. رحمه هي سهر اتجوزت امتى؟ هتعمل ايه في المصيبه دي؟ مش عارف. مخي وقف دماغي اتشلت خلاص. مراتك شكلها حاسه بكل حاجه. موجودة ده اللي مضطرني مخليني مش عارف افكر اصلا. اول ما سمعت الخبر بصيت لك كانها قفشتك. انت احسن حاجه عملتها ان انت جبتني على هنا. ما انا اتلككت بالسجاير علشان اعرف اتكلم معاك. طب دبرني يا صاحبي عامل ايه؟ انا لو كنت صاحبك بجد كنت قلت لي في الاول. صدقني هي اللي اصرت ان احنا ما نقولش حد. المهم خلينا في اللي احنا فيه. انت أولاً لازم تشوف أي حكاية تقنع بيها سماح باللي بيجرى ده. وسهر لو عرفت إنها سقطت هتتجنن وحالتها هتبقى وحشة أوي. أنا عارف سهر مجنونة وممكن تعمل أي حاجة. قول لي أنت كنت تعرف إنها حامل؟ لا طبعاً يا آدم هعرف منين يعني. طب وهي كانت عارفة؟ مش عارف. انت قدامك حل واحد. الحقني بيه ابوس ايدك. ايه هتفضلوا قاعدين هنا وسايبيني لوحدي كتير؟ لا ابدا احنا قلنا بس نشرب سجارتين ولا حاجه. ومالك يا حبيبي متلخبط قوي كده ليه؟ لا متلخبط ولا حاجه يا سماح. احنا بنشرب سجاير وده المكان الوحيد اللي مسموح بيه. طيب انا كمان نفسي هفتني على سجاره. ده ايه ده من امتى بتشربي سجاير؟ مرة من نفسي. مش معنى انت غالبا الحمل كان ضعيف وهي اما عملت مجهود زيادة او تعرضت لانفعال شديد فحصل لها نزيف. طب وهي حالتها عاملة ايه دلوقتي؟ هي كويسة دلوقتي. هتفضل بس معانا تحت الملاحظة شوية. هنعمل لها سونار من اول وجديد ولو كل حاجة تمام هتخرج على طول. مش عاوز اوصيك يا دكتور زاهر. ازاي بقى يا دكتور؟ طمن طبعا. اطمنت يا ستي. ممكن نقوم بقى. لا معلش انا هفضل جنبها لحد ما تفوق. ما تخافيش الناس هنا هيقوموا بالواجب. معلش انا لازم اطمن عليها بنفسي. وبعدين دي ملهاش حد. ما ينفعش اسيبها لوحدها. طول عمرك قلبك كبير يا رحمه. خلاص اعملي لي رياح. هو مش جوزها اللي واقف مع ادم بيه بره؟ لا قصدي مش موجود. يمكن مشغول او مسافر. احنا هنا بداله. انا لما سالتك كنت حابب اطمن عليها. ما كانش قصدي اتدخل في اي خصوصيات. ميرسي يا انكل ربنا يخليك. انا قلقان زيك بالظبط. سهر دي زي بنتي ويهمني مصلحتها. ها ايه الاخبار؟ الحمد لله ان شاء الله هتتحسن.
امال فين شريف؟ راح فين هو سامح؟ مشوا. قولي لي هي سامح عرفت ازاي انها تعبانه؟ معرفش، ما لحقتش افهم. هي اللي جابتها هنا عشان كده كلمتكم. كويس ان احنا اطمنا عليها. المهم تحبين نروح؟ لا انا هستنى شوي. خلي رحمه تستنى لما تفوق وتطمن عليها، وممكن رحمه ترتاح في مكتبي. طيب تحبي اقعد معاكي؟ روح. طب ممكن اتكلم معاكي كلمتين بس قبل ما امشي؟ اوكي. بعد اذنك يا بابا. على اذنك يا عمك. ربنا يستر. مش فاهمه تقصد ايه؟ يعني ايه مش فاهمه؟ اللي قلته لك. يعني ايه ما اقولهاش انها كانت حامل؟ اتأكدي بس الأول إذا كانت تعرف إنها حامل ولا لأ. وأتأكد إزاي إن شاء الله؟ لما تفوق لو سألت على البيبي تبقى عارفة، لو ما سألتش يبقى خلاص. يعني إيه خلاص؟ عايز توصل لإيه؟ شريف مرعوب من اللي بيحصل ده. لو سهر عرفت إنها حامل هتطربق الدنيا، لكن لو بالنسبة لها مجرد نزيف هتعدي. ما فكرتش في منظرها قدام أبوك؟ ومال أبويا ومال الكلام ده؟ أبوك سألني على جوزها. وقلت له إيه؟ ولا حاجة. هقول له إيه؟ سكت. هايل، دي احسن حاجه تخلي الموضوع كده صغير ما يكبرش. هو ده اللي يهمك انت وصاحبك؟ فكرتش فيها؟ عايزين تحرموها تحزن على حته راحت منها بسببه. والله انا بعمل لمصلحه الجميع، وانا اكدت على ابويا انه ما حدش يقول لها. بس انا هقول لها. رحمه سيب ايدي. هتكسبي ايه بس من ورا الكلام ده؟ هكسب نفسي. رحمة استني يا رحمة، انت بتكلميني؟ استنى ايه ده؟ دكتور هارون مستني حضرتك بره. ما تيجي تتغدى معانا النهارده؟ لا يا بابا مش هقدر، لازم اروح الجاليري عندي مواعيد. طب بقول لك ايه؟ اللي حصل النهارده ده بالنسبه لي لغز كبير قوي. ما يهمنيش ان احله، بس كل اللي يهمني إن مراتك تبقى بعيد عني. مراتي؟ هي مالها أصلا؟ سهر مختلفة تماما عن مراتك، وجودها في حياتكو هيعمل مشاكل كتير قوي. أنا فاهم يا بابا أنت تقصد إيه، لكن أصل سهر أنا ما يهمنيش سهر، ولا يهمني أعرف حاجة عن حياتها الخاصة ولا عن أسرارها. أنا كل اللي يهمني إنها تبقى بعيد عن مراتك. وخد بالك من مراتك، مراتك مختلفة تماما عن سهر. حاضر يا بابا، بس أنا ليا طلب عندك. طلب إيه؟ حكاية السقوط دي يعني ما حدش يكلمها فيها هنا أبداً. مش بقول لك ده لغز كبير قوي. روح يا ابني شوف شغلك. مع السلامة. يلا مصطفى. سبت عربيتي وركبت مع آدم. كويس عشان نمشي مع بعض. احنا لقينا ابو آدم بيكلمنا بيقول ان انت وسهر في المستشفى. بصراحة استغربت يعني. من امتى؟ انت وسهر بقالكوا فترة ما بتتعاملوش، اشمعنى النهاردة يعني؟ ايه؟ ما تتكلميش ليه؟ انت سايب عربيتك فين؟ وصلني الشركة بس وانا هبعت لي سواري. اللي يريحك. لكل اللي بيسمعنا دلوقتي وقاعد في العربية مخنوق من الزحمة، أنا النهاردة اخترت لكم أغنية هادية شوية يمكن تروقوا أعصابكم. فاصل وهرجع لكم تاني، خليكم معانا. اوعوا بقى يا بنتي، ما انت استفدتي ايه لما سمعتيه يعني دلوقتي؟ استنوا بس عايزه اسمع اختار اغنيتين. ايه ده؟ انا بحب الاغنيه دي قوي. الله، يبقى بيظبطك وبعتها لك. ستوبيد يا بنتي، بتقول لك ان هو ما يعرفش اصلا انها متحببه بتحبه، هيعرف ازاي يعني الاغنيه اللي بتحبها؟ ما تزهقونيش بقى.
اه صحيح، مع انه جار والباب في الباب يعني. لا يا جماعه بجد انتوا مش فاهمين، انا بحبه قوي، انا لما بشوفه بتلخبط. طب خدي انت بقيتك يا ندى هتبقي كويس. خدي لك حقنه في العذر. انتوا بايخين قوي. انا ماشي. طب يا بنتي اصبري نفتح اي كتاب عشان الضمير. لا احنا كده زي الفل، شوفي لنا السكه ولا مؤاخذه. شوفي لنا السكه. ايوه ولا مؤاخذه. يلا بقى قطيع طلاق في المدرسه. ها استني استني، انت بتعملي ايه؟ هكون بعمل ايه يعني؟ هلف علبه الجاتو؟ امي عايشاني في دور اليومين دول وعايزين احط الطرحه على شعري. واو، هتطلعي بقى القصه بره والباجيكاينه الالوان وتحطي الموبايل جوه الطرحه؟ مش وقت اللطافه دي خالص على فكره. وبعدين هعمل ايه يعني؟ اديني بقى لها وانا خارجه والبس وانا مروحه، بعمل لهم اللي هم عايزينه. المهم انت عايزه ايه؟ انت اللي تقرري. انا خلاص قررت، انا عايزه اخلص من ام الثانويه دي واتجوز. طب بقى لو كده يبقى ندور لك على عريس من دلوقتي، بس هنحوش الواد المذيع بتاع ندى على جنب. ده واد مذيع قوي على فكره. باي باي. يلا سليم، حاسبي حد يشد منك الاشارب يا حلوه. ربنا يستر. بس برضه نص على فكره. ست الله يسهل لك بقى. مدام رحمة؟ مدام رحمة؟ ايه؟ في ايه؟ المدام اللي مع حضرتك فاقت وبتسأل عليكي. بجد؟ طيب اتفضلي معاها الدكتور جو. فاقت صحيح يا دكتور؟ مالك يا بنت كده ليه؟ هي كويسه الحمد لله، اول ما فتحت عينيها سارت عليكي. بجد؟ طب الحمد لله. هي سهر عامله ايه؟ ما تسيبينيش يا رحمه. مش هسيبك يا حبيبتي، انا جنبك اهو ما تخافيش. احنا تقريبا اطمنا على كل حاجه. طبعا. بالليل ان شاء الله هتتنقل على اوضه. الحمد لله. بعد اذنكم. ميرسي يا دكتور، اتفضل. سامعي يا حبيبتي؟ هو بيقول لك انت كويسه، ما تخافيش بقى. وايه اللي حصل لي؟